فنان محمود بوشهري متألق هذه السنة ما شاء الله، ودائما أنت متألق بس هذه السنة يعني كثير. حبيبي شكرا وعلى كلامك الحلو، كل عام وانت بخير. يعني شنو تبي توصل له؟ لا أنت محمود عادة أنت مقل بظهور الإعلامي، شو السبب؟ والله لما يكون عندي شيء مهم أتكلم فيه أطلع، بس إن أسوي لقاءات أو أتكلم بأشياء ما عندي شيء أقولها مو حلو، ما عندي شيء. بس الحين يعني مثلا عندي 4 أعمال أقدر أتكلم فيهم، أقدر أقول شنو تفاصيل شنو صار شنو ما صار، فما أحب أطلع لقاء بالهدف. هل أنت خجول قدام الكاميرا باللقاءات؟ إيه أنا ترى باللقاءات وايد خجول، بس بالتمثيل يعني ما شاء الله عنك. بالتمثيل غير أكشن، لما يصير أكشن أنا واحد ثاني أتحول. يعني أنت بتتجنب اللقاءات كرمال هيك يعني؟ أنا أتجنب اللقاءات كرمال إن لا أطيح في أغلاط، وإذا يكون عندي شيء أقول وبس، ما عندي. يمكن يستفزوك أو يسألوك عن حدا أو كذا تقوم ب... يمكن مرات في مثلا صحفيين يسأل بأشياء هو ما له شغل فيها يعني. واضحة؟ طيب غرابيب سود عمل ضجة كتير كبيرة طبعا، ونحن متابعين لكل الأحداث اللي عم بصير. هل صار معك شيء حدا هددك أو أي شيء؟ والله أنا وصلني تهديد على الواتساب وعلى الانستغرام، وفي جهات معينة مختصة في هالشيء صار عندهم خبر وهم يتصرفون معهم، فما يهمني التهديد. انتوا يعني كنتوا عم تقدموا رسالة كتير حلوة وعم تكشفوا يعني الوجه الحقيقي لهذا التنظيم. شوف علوش، انا واحد من الناس، انا يعني ما اقدر اخذ سلاحي واروح حارب داعش. اولا ما اعرف ولا انا في الجيش او اقدر اسوي هالشيء. سلاح الوحيد كان ان اقدم عمل اثبت وساخة داعش شنو، فهذا اللي انا سعيد ان انا قدمت هالعمل وقدمت شنو وصاخ داعش. قديش كنت متفاعل او متاثر بهيدي المشاهد او بالاحداث اللي كانت عم تصير قدامك؟ طبعا كنت وايد نفسيا كنت اتعب، لان كنت اقرا واللوكيشن والاشياء اللي كنا نشوفها، لان العمل مو من الخيال، العمل في تفاصيل حقيقيه صارت مع الناس اللي كانوا داعش ماخذينهم. فانا كل ما اشوف العمل أتذكر الناس الحقيقيين اللي صار فيهم كذي، فتأثرت وايد وايد تأثرت. طيب لننتقل لقلبي معي هلا طبعا بالسحور اللي قايمينه، كيف كان يعني رضاك عن هيدا العمل؟ شوف قلبي معي، أنا عن نفسي دخلت تحدي شيء جديد، إن أكون شاعر وألقي شعر في العمل فوق 20 بيت، وإنتاج صديقتي وحبيبتي أختي ميسة، عمل جديد للدراما الخليجية كتصوير كتسويق كمقدمة قلبي معي الفنانة أنغام. وفي مفاجأة كمان، ماجد مهندس راح يكون في مفاجأة في قلبي معي، أنا حركت بس عادي خلاص خلينا نقول. كيف حيمثل؟ مو حيمثل، في لما ماجد مهندس شيء مهم راح يكون في قلبي معي. اي نعم، اول تصريح هذا. وبعدين انا سعيد ان انغام، ماجد مهندس، ميساء مغربي، روجينا، مجموعه نجوم من مصر ودول عربيه في العمل، والعمل شيء جديد للدراما الخليجيه، وانا دخلت تحدي ان، لان كثير في ناس قالوا صعب تقول شعر، وكان جاي لي عمل قبل قلبي معي هم دور شاعر، فكان في خلاف بيني وبين مخرج انه صعب تقول الشعر، فانا دخلت تحدي وقلت فوق 20 بيت، ومن اهم الكلمات اللي قلتها في العمل، فان شاء الله يعني اكون ناجح فيها. طيب الاشاعات اللي طلعت، تعرف انت وميسا وحب وكذا، وهي متزوجة المخلوقة يعني. ميسا صديقتي وحبيبتي واختي، الناس حابة لما تشوفنا خلاص كل واحد يتخيلنا هذا احبها هذا زوجته هذا كيت. بالعكس ميسا صديقة قريبة كثير لي يعني. طيب انت بكم عمل شاركت هذه السنة؟ انا هالسنة اشتغلت في 4 اعمال، رمانة مع فنانة امي حياة الفهد،
يوم الأسود مع الكاتب المبدع فهد عليوة، وقلبي معي مع ميساء مغربي وقرابي بسود. سؤال، أنتم كفنانين أو ممثلين لما بتاخدوا الشخصية مش المفروض أنه تلبسوها؟ طب هون ما بتضيع أنت بالأداء؟ هذا كان تحدي لمحمود بوشهري، أنه يقدر على كل شخصية في أي مسلسل يمثل فيه يكون مختلف، والحمد لله يعني أنا قاعد توصلني أصداء حلوة، يعني مثلا رمانة الناس شافوني كوميدي، قلبي معي شافوني الشاعر الرومانسي، يوم الأسود الرومانسي اللي يبي يوصل حق حبيبته اللي هي الفنانة نور غندور، غرابيب السلاح نحارب فيه داعش، يعني كل عمل كان له نكهة، يعني نفس الفواكه موز برتقال افندي توت عنب، انا كذي سويت. طب سؤال بس جاوبني بصراحه، توعدني بصراحه. ما بعرف شو سؤالك. اي دور حبيته اكثر؟ شوف والله يا علوش، اذا اكذب عليك اقول لك هذا احسن من هذا، كل عمل والله تعبت عليه وحبه، لو مو حبه انا ما اشتغلت فيه. يعني مثلا قلبي معي انا حبيت انه يكون شيء جديد اقدمه كشعر، ستايل رومانسي بطريقه جديده، يوم الاسود عمل بطوله جماعيه، غرابيب قلت لك سلاح تحارب داعش، رمانه عمل كوميدي، يعني كل عمل له طريقته، يعني ما اقدر اقول لك هذا احسن من هذا، انا قريب هذا مني هذا مو قريب مني. طيب شو يعني اللي حابب، في عندك حلم انت بحياتك بعد ما حققته بهذا المجال، شو حابب لوين توصل؟ انا حاب ان اقدم عمل سينمائي حقيقي، مو السينمائي اللي احنا نشوفه في الخليج اللي يسوون كنا سهرة تلفزيونية. احد الاحلام اللي جزء منه حققته ان عمل عربي اوها غرابيب سود، كان عمل عربي، هذا الشيء من احلامي، كان يعني كنت حاطه في قائمه في احلامي انتشار عربيا، والحمد لله، وان شاء الله سينما يكون سينما عربيه مو بس سينما خليجيه ان شاء الله، وان شاء الله في شيء جديد يعني مفاجاه. في شيء عم تحضروه هلا حاليا؟ انا قاعد احضر ان شاء الله مع كاتب فهد عليوة عمل هم جديد للموسم القادم مع صباح بيكتشر، وعندي عمل ان شاء الله مع الفنانه ميساء مغربي قاعد نجهز له يعني ترتيبات، بس للحين ما بينت ملامح العمل يعني. كل التوفيق. ثانك يو علوش، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، اخوكم محمود بوشهري.